شروع في زواج، مسرحية من فصل واحد للكاتب الإنجليزي دبليو دبليو جيكوبز، ترجمة نعيم عطية، إخراج مصطفى أبو حطب. المنظر حانة خلية النحل، البار على اليسار وخلفه باب يفضي إلى البهو. في الحانة نافذة رحبة منخفضة، وباب يبدو منه عند فتحه جانب من الحديقة، وإلى اليمين باب يطل على الطريق، وفي الحانة أيضا دولاب كبير ومنضدة. الوقت 10 مساء. تقف ميسيس واترز خلف البار بينما يقف بن أمام البار. ميسيس واترز امرأة موفورة الحيوية في 30 من عمرها، أما بن فرجل قصير مكتنز في 50 من عمره. هناك شيء واحد يا ميسيس واترز سبق لي أن قلته لك مرارا وأعود إلى تأكيده لك بكل عزم، هو أن عواطفي نحوك لن تتغير أبدا مهما تكرر رفضك لي. ولا أنا لن أتغير. ألا يمكنك أن تعطيني بعض الأمل؟ كلا، ولا حتى بعض الجع. إن من الغريب يا سيد بن أنه يحلو لك دائما أن تطلب الزواج مني بعد أن تكون قد فرغت من قدحك الثالث. ذلك لكي أستجمع قواي، ولكن في المرة القادمة سأفعل ذلك قبل أن أتذوق أي قطرة من الشراب، فقد يثبت لك ذلك أنني جاد في طلبي. طابت ليلتك يا ميسيس واترز، أنا متألم وحزين من اعتقادك أن 3 أقداح أو حتى 30 قدحا يمكن أن تغير من عواطفي نحوك. طابت ليلتك يا سيدتي. مهلك لحظة يا سيد بان. إذن فهناك أمل؟ كلا، ولكن يمكنك أن تؤدي لي خدمة. أنا أفعل أي شيء من أجلك. لقد ذهبت خادمتي لقضاء الليلة عند أمها، ولذلك فليس هناك من يرعى الحانة أثناء انصرافي لتناول العشاء، ولعلك أنت... هذا كل شيء؟ لقد أملت أن يكون في الأمر ما يتيح لي فرصة لأن أظهر لك مبلغ ما. أكفى، أود أن أنصرف الآن لتناول عشائي. الحانة تحت أمرك يا سيد بن في فترة غيابي، لن أتغيب كثيرا. الحانة تحت أمري، ولكني لا أريد أن يتجع، لقد فقدت كل شهية لها، إنها تثير الغصة في حلقي. لابد أن من تابني هو الحب، فقط لو أمكنني أن أبين لها أي فرصة نادرة تضيعها برفضها لي. ما هذا؟ قدح من الجعة. على أي حال من الخسارة سكبها، فلأشربها. مساء الخير أيها الرئيس. مساء الخير. قدحا من الشراب من فضلك. الجو بديع الليلة. أجل، ولكنه بارد. في صحتك. في صحتك. حانتك لطيفة. لطيفة ولا شك، ولكنها ليست حانتي. ألست أنت المالك؟ لا، إنها لإحدى معارفي. أرملة هي المالكة وكلفتني بأن أرعى شؤون الحانة لحين عودتها. ككلب أمين، أليس كذلك؟ إيه؟ لا تغضب، لا تغضب. حسنا، ولكن هناك من الموضوعات ما... مفهوم مفهوم. لديك شيء من التبغ الغليون يا صاحبي؟ هاك ما تريد. شكرا. أنت جندي أليس كذلك؟ كنت جنديا، أما الآن فأنا سيد نفسي. أجئت إلى هنا مشيا على قدمي؟ هذا ما تراه بنفسك، انظر إلى قدمي. اجلس واسترح. سأجلس، فعندي الوقت الكافي. يا ترى أيفعل ما يدور بخالدي؟ إنه يبدو وكأنه الشخص المناسب، وقد قاده الحظ إلى هنا. سأجس نبضه على أي حال. ما رأيك في قدح آخر على حسابي؟ لا بأس ما دمت تصر. تبدو كأنك في بيتك هنا. وددت لو كان ذلك حقيقة. في نخب تعارفنا. مع تمنياتي بدوام المودة.
هل تبحث عن عمل يا صديقي؟ لقد بحثت حتى دمعت عيناي. أنت قبل كل شيء مغرم بالعمل، أحسب ذلك. أنا مغرم به، ولكن لا يمكن أن ننال كل ما نغرم به في هذه الدنيا، لن يكون ذلك في صالحنا. أتقبل القيام بعمل لقاء التبغ الذي أخذته؟ انظر، لمجرد أنني سألتك بعض التبغ. لا تغضب، لا تغضب، أعني ما المانع من أن تكسب تبغك بعملك؟ أي عمل هذا الذي تريدني أن أقوم لك به؟ أفلح لك الحديقة وأنظف لك النوافذ على ما أعتقد؟ كلا، ربما تريدني أن أمسح لك البلاط. في آخر بيت أديت فيه هذا العمل أديته على وجه من الإتقان، جعلهم يتهمونني باختلاس الصابون. لعنة الله عليهم. هو كنت بريئا حقا من تلك التهمة؟ لا يمكنني أن أرد إليك تبغك، لأنني دخنت بعضا منه، ولا يمكنني أن أدفع لك ثمنه، لأن ليس معي سوى بنتين وأنا في حاجة إليهما. إلى اللقاء يا صاحبي، في المرة القادمة عندما يطلب منك مسكين بعض التبغ كن مؤدبا معه. مهلك مهلك، لأني لم أرى في حياتي رجلا سريع الغضب مثلك. إن الاستفسار مبرراته يا صديقي، وهي مبررات قوية. ربما أنصت إلي. حسنا، قل ما عندك. لقد كنت متحفظا في حديثي معك حتى الآن، ولكن عندما أخبرك أنني أعرض عليك أن تقوم بعملية سطو، ماذا؟ فإنك تقدر مدى الأهمية التي أعلقها على التأكد من أمانتك. سطو؟ أمانة؟ أنت سكران أم أنا؟ أعني أن عليك أن تتظاهر بأنك لص. يبدو أنك لينا سكران، هذا كل ما في الأمر. إذا لم يوافقك اقتراحي فلا تبح لأحد بما دار بيننا وانتهى الأمر. لن أتفوه بحرف واحد لإنسان، أعتمد علي، فأنا رجل جاد وإن كنت أحب المزاح بين الحين والحين. ليكن في علمك هذا ولا ضير في ذلك. هذا طبيعي بالنسبة لأي إنسان. والآن خذ املأ غليونك ولا ترمي التبغ الجيد على الأرض مرة أخرى. حسن، فلنسمع ماذا تريدني أن أفعله. إنني لم أكون فكرة كاملة ومحكمة عن خطتي بعد، ولكن لدي فكرة مبدئية عنها كانت تداعب مخيلتي بين الفينة والفينة منذ بعض الوقت. دعني أرى ماذا فقست قريحتك. أجل، ماذا فقست قريحتي؟ أصب. والآن اسمع، هذا الحان خلية النحل تملكه سيدة أرملة، قلت لي. أجل، أرملة قلت لك. حسناً، وباختصار إنها السيدة التي وضعت عيني عليها. هذا ما خمنته. ولكنها لا تريدني، إنها عديمة الذوق. فلنفرض أنها كذلك، إنها أرملة وحيدة والحان في مكان نائ عن العمران، فأقرب منزل من هنا على بعد نصف ميل. إنه مكان موحش لا يناسب أرملة. لقد قلت لها مرارا إن هذا المكان غير مأمون بالنسبة لها. هي في حاجة في هذا الدار إلى رجل يحميها أم إلى كلب حراسة؟ إن الكلب غير مجدن. أنت على حق، هي في حاجة إلى رجل. هذا ما قلته لها أنا. وماذا قالت هي؟ لا شيء، إنها تضحك من قولي ولا تصدقه. أرأيت؟ كما أنني رجل صغير القد، صغير ولكن شديد، وهي مغرمة بطوال القامة. أغلبهن كذلك. عندما كنت في جنوب أفريقيا، خطتي هي اصطياد عصفورين بحجر واحد، أثبت لها أنها في حاجة إلى حماية وأني الرجل الذي يحميها. هل فهمت ما أعنيه يا صاحبي؟ على وشك أن أفهم. أنت ولا شك مفتول العضلات. دعني أتحسسها. إنها صلبة كالحديد. فاعتقادي أنها تحبني دون أن تعرف هي ذلك. إنهن كثيرا ما يفعلن ذلك عندما كنت في جنوب إفريقيا، وبالتالي لا أريدها أن تستاء مني. أنت رجل شهم. أؤكد لك أنني رجل ذكي، وإلا لما رقيت إلى وظيفة رئيس بحارة بالسرعة التي رقيت بها، وقد كنت أقلب الخطة في ذهني على مختلف وجوهها المرة تلو المرة حتى تصدعت رأسي. لعلها تصدعت من الجعة. من الجعة؟ كلا، إنها تصدعت من الإفراط في التفكير. أما الجعة فأنا معتاد عليها. حسن، وما هي خطة الغزو إذن؟ إذا ما فعلت ما أريدك أن تفعله الليلة وصارت الأمور على ما يرام، سأجعل مكافأتك جنيها. جنيها؟ امضي يا سيدي، أنا منصت إليك. عليك أولا أن تخرج من هنا قبل أن تأتي وتراك. لما؟ أتظن أنها قد تعجب بي أنا إذا ما رأتني؟ لا يبدو أنها ستفعل. لا أرى السبب الذي يجعلها لا تفعل.
عندما كنت في جنوب إفريقيا. قد لا ترى أنت السبب، ولكن فلنبقى في موضوعنا. انتظرني في الخارج كما قلت لك. بمجرد انصرافي من هنا ستغلق هي الحان وتأوي إلى فراشها. سننتظر نحن قليلا ثم. لا 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 تعمل حسابي أنا، فأنا مرشح لوظيفة باكر في بلدة لوتون، وهذا يعني أن أمامي 12 ميلا علي أن أقطعها سيرا على قدمي، ولا يمكنني أن أضيع وقتي هنا. سننتظر قليلا ثم. ما الفائدة؟ لن يمكننا أن نحظى بقدح من الشراب لو أغلقت هي الحان. اصمت أرجوك وانصت إلي. سننتظر قليلا ثم أخذك إلى الناحية الخلفية من الحان، وهناك أدخلك من النافذة. لا لا يا سيدي لا. وتصعد أنت إلى الطابق العلوي وتخيفها، فتستغيث هي، تستغيث طالبة للنجدة. تستغيث طالبة للنجدة؟ اسمع. وفي هذه الأثناء أراقب أنا الحان بكل إخلاص ووفاء، وعندما أسمعها تستغيث أندفع خلال النافذة إليك وأطرحك أرضا وأنقذها، فتتعلق بي في امتنان فخورة بقوتي، ثم إذا بها تقبل الزواج مني. وأقضي أنا شهر العسل في السجن. طابت ليلتك يا صديقي، طابت ليلتك. لا تكن في عجل هكذا، لقد احتضت لذلك أيضا. لقد كان ذلك منتهى الحكمة من جانبك. في غمرة الفرح بلحظة النجاة تكون أنت قد أطلقت لساقيك العنان وهربت. يمكنك أن تعدو بأسرع مما أستطيع أنا، وما من شك في أنك ستفعل. وأقرب بيت من هنا على مبعدة نصف ميل، كما أن خادمتها ستقضي الليلة عند أمها التي تقطن على بعد 10 أميال منها. حسنا، وداعا يا صاحبي، وشكرا على حديثك المسلي. ألن تفعل ما قلته لك؟ كلا، من يستحق الشنق لو فعلته؟ تحدث المفاجآت حتى في أكثر عمليات السطو إحكاما، وعندئذ ماذا سيكون مصيري؟ لو حدث سأعترف بكل شيء وأبرئك. قد تفعل وقد لا تفعل أيضا. وداعا وداعا يا سأجعل مكافأتك جنيهين. لقد رقت لي، فأنت أنسب شخص لهذه المهمة. شكرا. اسمع 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 اسمع، سأعطيك اعترافا كتابيا. هيا هيا، إنك لست جبانا، إن أي بحار لا يمانع في أداء هذه المهمة لمجرد ما فيها من طرافة. إذن فما عليك إلا أن تجد من يؤديها لك. طابت ليلتك. إذا أعطيتك إقرارا كتابيا ووقع حادث، فسيكون موقفي أسوأ من موقفك، أليس كذلك؟ لم تكن أنت الذي أخاف عليه. سأعطيك الجنيهين قبل أن تضع قدمك داخل البيت. بودي لو أعطيهما لك الآن، لو كان في جيبي. هاك مبلغ ثقتي فيك، لقد رقت لي بمجرد أن رأيتك أيها الجندي. إذا كان هناك ثمة عمل يقتضي رجوله، فأنا أول من يحمله على عاتقه. ولكن من أين ستحصل على النقود إذا لم تكن معك؟ لا تقلق بالك، سأدبر هذا الأمر، فقد حباني الله رأسا مدهشا. انظر كيف تبدو رأسي بدون قبعة. أرني؟ صحيح، إن لك صلعة مدهشة. هيا اكتب إقرارك بأمانة ووضوح ثم وقعه أمامي، وسأكون رجلك بعد ذلك. لا، فض فوك يا صديقي. ولكي تكون مطمئنا خذ هذه خطابات عليها اسمي وعنواني بلا خداع أو مواربة. إلقي نظرة عليها وسأكتب لك الإقرار اللازم. هكذا ترتب الأعمال، وإلا فلا. ما هذا؟ لا يوجد طابع بريد على هذا المظروف؟ عليك أن تدفع الغرامة. راسلة هذا الخطاب فتاة مهملة، يجب أن أحادثها في هذا الشأن. لم يكن الراسل فتاة. ولكن إذا أخذنا بالخط ف... كلا كلا، إنها ليست فتاة، ولكن بحق السماء لا تقاطعني، لقد جعلتني أخطئ في الهجاء. متأسف يا صاحبي، لن أتفوه بكلمة أخرى. كيف تكتب كلمة سطو، بالطاء أم بالتاء؟ إما بالطاء أو بالتاء، ولكنني غير متأكد. إذن سأكتبها بالطاء وبالتاء معا من باب الاطمئنان. أجل، ستكون أنت على غاية من الاطمئنان في هذه العملية، فستكون هناك في الخارج. إيه؟ ماذا تقول؟ هل كنت تحدثني؟ كلا، إنما كنت أفكر بصوت مرتفع ليس إلا. لقد انتهيت. هاك اقرأ هذا. يبدو أنه على ما يرام، كان يجب أن تصبح محاميا. إن صياغته ليست رديئة بالنسبة لهاو للشؤون القانونية. ها؟ كلا، إنها إن هذه الورقة. ماذا هناك؟ لكأني سمعتها قادمة. انصرف حالا وانتظرني عند الناصية، يجب أن لا تراك. أنت على حق، أنا خارج.
لا تنسى أن تحضر لي الجنيهين. كلا كلا لن أنسى، كلا انصرف. أرجو ألا تكون قد تعبت من الانتظار يا سيد بن. هل حضر أحد في غيابي؟ أعتقد أنني سمعت بعض الأصوات. أجل، شخص واحد عابر سبيل يبدو عليه أنه أفاق. يفد علينا الكثير من الأفاقين هنا. مساكين هؤلاء الناس. وأنت لا يوجد إلى جوارك من يحميك؟ إنني لست خريعة الأعصاب. افترضي أن هذا الأفاق الذي كان هنا منذ برهة اعتزم أن يسطو عليك الليلة، ما الذي سيمنعه؟ أنا واثقة من أنك تحاول إخافتي بهذا الكلام. طابت ليلتك يا سيد بين، يجب أن أغلق الحان الآن. دعيني أساعدك، سأغلق النافذة. لن أتركها مواربة حتى ندخل منها. يا ترى هل تسمحين بإقراضي جنيهين لمدة يوم أو يومين يا ميسيس واترز؟ لقد ألم بي ظرف طارئ جعلني أحتاج إليهما. بكل تأكيد. سأعطيك إيصالا بهما. دعك من هذا الكلام الفارغ، إن يأتمنك على أي شيء يا سيد بن. ما عدا على نفسك. هو الآن لا تبدأ الموضوع من جديد. هاك النقود، وأمل أن تصرفها في غرض حسن. في أحسن الأغراض على الإطلاق. حسن، طابت ليلتك، فالوقت متأخر جدا. طابت ليلتك يا ميسيس واترز وأشكرك. لا تنسي أنني دائما على استعداد إذا ما حدث وغيرت رأيك. أحسب أن بعض النساء يخفن البقاء وحدهن في مثل هذا البيت المنعزل. شكرا لله، فأنا لا أعاني من أعصابي. يا ترى لماذا احتاج السيد بين الجنيهين؟ أرجو ألا يشتري بهما خاتمي الخطوبة على أمل أن أغير رأيي. أود أن أهرع إلى فراشي الآن، فقد استبد بي النعاس. يبدو أن الهدوء يعم المكان. لا تدفعني بهذه القوة، فأنا لا أريد أن أهوي إلى داخل الغرفة على أم رأسي. كيف حالك؟ على ما يرام، أشعر وكأنني معتاد على السطو طوال حياتي. وكيف حالك أنت؟ مضطرب الأعصاب. ماذا؟ وهل تضطرب أعصاب من كان رئيسا للبحارة؟ سر عنك يا صاحبي. هاك الجنيهان. ها؟ من أين جئت بهما؟ كيف؟ هل تعني أنك اقترضتهما منها؟ كلا، لا أعني شيئا من هذا القبيل. لقد حصلت عليهما، وهذا فيه الكفاية بالنسبة لك. لو كنت قد فكرت في ذلك. لا تفكر في شيء، إن هذا من اختصاصي في هذه المهمة. حسنا، أنا داخل لأداء مهمتي وسأنجزها لك. بارك الله فيك. تذكر، كل ما عليك هو أن تخيفها بما فيه الكفاية، ولكن حذاري أن تتمادى في إخافتها. حذاري، وعندما تستغيث سأحضر. وأنت إذا كان عليك أن تلكمني فحذاري أن تتمادى في لكمي، وإلا حسنا سأكون رفيقا بك. ألا تعتقد أنها ستكشف الخدعة بسهولة عندما تراك قد بادرت إليها في التو واللحظة؟ كلا، فإن إلهام قلبي الوفي الساهر عليها كل ليلة هو الذي جعلني أدرك أنها في حاجة إلى معونتي. حسنا، فلأخلعن علي. فليحرس قلبك الساهر حذائي عند غيابي بالداخل. خذ خذ، ضعه في الخارج في متناول يدي لألتقطه عند خروجي. إننا لا نريدها أن تسمعني حتى أصل إلى الطابق العلوي. تماما تماما يا صاحبي. إلى اللقاء، والآن إلى العمل. النصر أو الموت. لا أريد أن يراني أحد المارة.
الأفضل أن أتبين ما حولي أولاً. أوه، ما هذا الظلام؟ أين الباب الذي جئت منه؟ ما هذا؟ دولاب. أوه، هذه المهمة لا تعجبني بحال، ولكن البنيهين. يا إلهي، ما هذا؟ بن، لما لا تلزم السكون؟ لقد أخفتني. ألم تتم المهمة بعد؟ لقد اعتقدت أنك لابد بالطابق العلوي الآن. لا، ليس قبل أن أتبين ما حولي قليلا. عندما كنت في جنوب أفريقيا سنستمع إلى حكايتك فيما بعد يا صاحبي. والآن هيا أسرع وأنجز هذه المهمة، فإنها تثير أعصابي. لا داعي للعجلة، ففي التأني السلامة. إنك لم تنجز حتى الجزء الأول من المهمة إلى الآن. كفاك صرصرة وهزا لحذائي بيديك. كيف يمكنني أن أمضي في مهمتي على هذا النحو؟ أنا خائف، لا أريد أن أتدخل، سأنتظر عند آخر الحديقة. أنت الذي عليك تنفيذ هذا الجزء من الخطة وليس أنا. أجل، أنا فعلا وكنت أتمنى أن لا أقوم بها. أوف، أريد الخلاص من ذلك الرجل. أما هي فآمل أن تكون مستغرقة في نومها الآن. أظن أنه يجب أن أجتاز هذا الباب لأصل إلى السلم. لعنة الله، لقد وقع ما كنت أخشاه، ولكني لا أسمع شيئا، لعلها ثقيلة النوم. سأظن بين أنني ضللت طريقي إذا لم. يا إلهي، إنها قادمة وتحمل بندقية. والآن أين أذهب؟ أذهب من النافذة؟ كلا، ستلحق بي وترديني قتيلا ببندقيتها. الأفضل أن أختبأ في ذلك الدولاب. لابد أنني كنت واهمة، أو لعله فأر يعبث في أرجاء الدولاب. سأرى ما في الدولاب. لقد ضبطتك، لا تتحرك. إذا حاولت الفرار سأطلق عليك النار. لا، لا تطلق النار. لن أتحرك. الأفضل أن لا تفعل، وتذكر أن بندقيتي مصوبة إليك. أخفضيها عني كصبية عاقلة، وارفعي أصبعك من على زناتي. إذ لو أصابني مكروه لما غفرت لنفسك أبدا. وأنت في أمان طالما لا تتحرك من مكانك. ثم أنني لست صبية. بل أنت كذلك، وعندما رأيتك حسبت أول الأمر أنني أرى ملاكا. لقد لمحت قدمك العارية. كيف تجرؤ على هذه المغازلة؟ احترمي، ستصابي بالبرد وأنت هكذا في إزار النوم. لا تنزعج علي. لن أزعجك في شيء، سأنصرف في هدوء. لماذا لا تستغيثين طالبة النجدة؟ لا أريد نصيحتك، أنا أعرف ماذا أفعل. والآن لا تحاول الفرار، والزم مكانك في الدولاب. سأطلق طلقة من النافذة، ولكن إذا سولت لك نفسك أن تتحرك من مكانك فستكون الطلقة الأخرى من نصيبك. يا صبية العزيزة، إنك ستزعجين بذلك كل الجيران. هذا ما أنوي أن أفعله. إلزم مكانك وتذكر إذا تحركت. مهلك، لا تتهوري، لا تقدمي على عمل تندمين عليه فيما بعد. أنا لست لصا، أنا أفعل هذا من أجل أحد أصدقائك. من أجل السيد بن. السيد بن؟ صدقيني، هاك سأريك ما لدي من تعليمات، سأناولها لك من عقب الباب. خذي هذه الورقة. فلأضع هذه البندقية. هات الورق. هذا إقرار مني بأني أنا جورج بن، مكتمل القوى العقلية والبدنية. قد طلبت من نيت ترافرس أن يتظاهر بأنه لص أمام ميس واترز. إنه ليس لصا، وسأكون في انتظاره خارجا في أثناء القيام بهذه المهمة التي دبرتها بإحكام وبدون مواربة. إمضاء جورج بن. متقن الكتابة، أليس كذلك؟ في كامل قواي العقلية، بإحكام وبدون مواربة. أين هو؟ في الخارج خلف البيت. إذا ذهبت إلى النافذة يمكنك رؤيته. أطفئ القنديل أولا وإلا رآك. إني أراه وقد وطئت قدماه ورودي.
يا له من جبال رعديد. يجب أن يخجل كلاكما من نفسه، يجب أن تلقيا عقابكما. هناك واتد مغروس في ظهري، افتح الدولاب وأطلقي سراحي من فضلك. آمل أن يكون هذا درسا لك. إنه سيكون ولا شك درسا لي، ودرسا قاسيا. ماذا ستفعلين؟ نعم، كان يجب أن ترتدي هذا المعطف من أول حتى لا تصابي ببرد قاتل. إلزم شؤونك. والآن إذا أطلقت سراحك، هل تعدني بأن تفعل بالضبط ما أقوله لك؟ أعدك بشرفي. سألقن السيد بن درسا لن ينساه بسهولة. سأطلق بندقيتي في الفضاء، ثم أهرع إليه وأخبره أنني أرديتك قتيلا. يا للهول. دعك من هذه القهقهة، فقد يسمعك. ألا تسمعني؟ إلزم السكون. حسنا، أطلقي سراحي وأخرجيني من هنا. انتظر قليلا فلأفك هذه الضفيرة. حسن، هكذا. هو الآن يمكنك أن تخرج. أقول لك الحق، لقد كان ذلك الدولاب مصيدة محكمة الضيق. إنها غلطتك، من قال لك أن تختبئ فيه؟ لقد كانت تلك الطريقة الوحيدة، لأن برب السماوات أبعدي فوهد تلك البندقية عني. لو كنت تعلمين عن البنادق قدر ما أعرفه أنا لا. حسنا، سأخرج إلى الردة، سأطلق بندقيتي هناك، لأنها ستحدث هنا دويا شديدا. أجل، أطلقيها في وسادة أو في أي شيء من هذا القبيل، فنحن لا نريد أن يسمعنا أي شخص غريب. مسكين العجوز بن، سيحطم ذلك أعصابه. ماذا؟ ماذا؟ ماذا حدث؟ لقد سمعت صرخة بندقية. لس، ولكن الحمد لله قتلته. قتلت. أجل، بأول رصاصة. مسكين يا صديقي، مسكين. ارجع. لقد كنت ذاهبا لأرى ما إذا كان يمكنني أن أفعل شيئا لها. مسكين يا صديقي. ابقى مكانك، لا أريد أحدا أن يراه، لا أريد أن أسوي سمعة هذا المكان. سأبقي الأمر في طي الكتمان. في طي الكتمان؟ كيف؟ أول كل شيء يجب أن نتخلص من الجثة على ما أعتقد. أين؟ أين؟ هو؟ هي؟ الجثة تماما في نفس المكان الذي نقف فيه بالطابق العلوي. لابد أن أنقله من هناك، وإلا لطخ أرض الحجرة. سأدفنه في الحديقة. أعتقد أن هناك قطعة أرض خالية بجوار الباب، إنها صالحة لهذا الغرض وفي متناول أيدينا، وستجنبنا المتاعب. ماذا ذاك؟ لا شيء. أتشعر بالبرد؟ أعتقد أن هواء الليل قد لفحك. ستشعر بكثير من الدفء إذا ما قمت ببعض الحفر. تعال وشع في العمل، ستجد مجرفة في المخزن. مجرفة في المخزن؟ وبينما تقوم أنت بحفر القبر، سأذهب أنا لأزيل المعالم وأعيد الغرفة إلى حالها. يا صديقي المسكين. هيا تعال، سأحضر لك المجرفة. سأحضر معك. يا صديقي المسكين. إنها رائعة، رائعة. مسكين بن، لا شك أنها قد جعلته ينهار. إنهما قادمان، يجب أن لا يراني، أعني أن لا يرى الجثة. هذه هي البقعة، ستتلف ظهوري، ولكن ما باليد حيلة، ربما تكون أكثر نضارة في العام القادم. لقد كان رجلا طويل القامة، ولذلك يجب أن تكون الحفرة مديدة. شكرا لله إنه مسكينا. هيا لا تضيع وقتا. مسكين يا صاحبي. سأنزل الجثة عندما تنصرف. كيف سيمكنك إنزالها؟ سأجرها على السلم. هل تظن أنني سألقي بها من النافذة؟ افترضي أنه لم يمت. كلام فارغ، هل تعتقد أنني لا أعرف؟
والآن لا تضيع الوقت في الكلام، ليس بلازم أن تجعل الحفرة عميقة، سأغطيها ببعض الكروم فلدي ما يزيد عن حاجتي منها. مسكين يا صديقي. أسرع من فضلك أسرع، إنك تبدو منزعجا جدا، لقد كنت تقول إنك على استعداد لأن تفعل أي شيء من أجلي. سأفعل، ولكني مأخوذ بعض الشيء، كما أنني غير معتاد على حفر القبور. إنه أمر سهل، والآن سأمضي إلى الداخل وسأعود سريعا. لقد هرب. ها أنت ذا تقف عند النافذة. تعال انظري إلي، إنك مدهشة بكل تأكيد، لقد كنت أراقبكما من هنا، تعالي وانظري إلي. ارجع فقد يراك. هذه أنت يا مسز واترز؟ بالطبع أنا، من تظنه سيكون غيري؟ امضي في عملك، ما الذي جعلك تتوقف؟ الحفر رياضة جميلة. ابعد فقد يراك. ألا تجيئين إلى هنا يا مسز واترز؟ إن المكان عندك موحش إلى حد ما. أنا بخير. يتملكني الشعور بأن ثمة شيء يتحرك خلف ذلك الصف من الشجيرات. كيف يمكنك البقاء هناك وحدك؟ لا أدري. أظن أنني رأيت شيئا يطل من وراء كتفيك الآن. تصوري لو تسللت الجثة من ورائك وأمسكت بك. هكذا. كيف تجرؤ على أن تطوقني بذراعك؟ لو فعلت ذلك مرة أخرى. لقد أوحى إلي هو بأن أطوقك، وما كانت تخطر ببالي هذه الفكرة من تلقاء نفسي. كقاعدة عامة أنا واحد من أهدأ الناس. أسرع يا سيد بن، فعلي أن أفعل الكثير بعد أن تنتهي. والآن عد إلى مكانك، سأفتح الباب، وعندما أعود حاول أن تتصرف كما لو كنت عنك جثة هاملة. كلا، كما لو كنت خجلا من نفسك. أنا فعلا خجل من نفسي، ولكن ألم نستمتع بهذه الدعابة؟ إنه عمل شاق، ولا زلت أتوهم أنني أرى. سأكمل الحفرة بنفسي، فأنا في حاجة إلى بعض الرياضة، كما أنه لو مر أحد من هنا ورآك فقد يكون ذلك مصدر للتساؤل. والآن الأقدر بك أن تنصرف إلى بيتك رأسا، وتذكر لا تقل كلمة لمخلوق. طابت ليلتك مسكين يا صديقي. إنه لن يجرؤ أن يسارع إلى إنقاذي مرة أخرى. والآن يبدو أن علي أن أردم هذه الحفرة. ما هذا الهرج الذي تركه؟ دعيني أقوم عنك بهذا العمل، فهذا قبري أنا. قلت لك لا تخرج من تلك الغرفة. ولكن ما دمت قد خرجت فلننتفع بك. ولكن كلا، سأحضر أنا إلى الداخل، فإن الجو بارد هنا وأنا لا أرتدي سوى إزارا خفيفا. أجل، حافظي على نفسك، فأنت صبية لطيفة. أين وضعت حذائي؟ فلأضي أولا هذا القنديل. إن لك مظهرا واقحا يا رجل، ولكنك لست قبيحا. لماذا لا تجد لنفسك عملا ثابتا؟ ما أسهل القول وما أصعب العمل. منذ أن انتهت خدمتي بالجيش جربت كافة الأعمال التي عرضت لي، ولكن بلا جدوى. هل كنت جنديا؟ ظننت أنك كنت خائفا من تلك البندقية. أعني أنك ولا شك تعرف مبلغ خطورة تلك البنادق، وقد تدربت عليها. أجل، أنا جندي قديم، وهذا ما يدل عليه مظهري، ولكن عسى ألا يدخل مظهري في روعك أيضا أنني شحاذ، لأنني لست شحاذا. أنا أحيا بعرق جبيني، ولا أخذ شيئا بدون أن أدفع ثمنه. وبهذه المناسبة
فإنني أتساءل عما إذا كنت قد أديت ما أستحق عنه هذين الجنيهين اللذين أعطاهما ليبن. جنيهان أعطاهما إياك، كان بودي أن أعنفه على ذلك. أجل خذيهما. ألا تعتقد أنك قد قمت بما يجعلهما من حقك؟ كلا، خذيهما بسرعة، خذيهما قبل أن أغير رأيي. سأخبره برأيي فيه عندما أكون قد مللت هذه اللعبة. هات. إن لك يدا ناعمة، لا عجب أن فقد بن صوابه. لو كنت في مكانه لحدث لي مثل ما حدث له. ليس هناك سوى عمل واحد يناسبني الآن بحق، وقد أصبحت سني غير مناسبة للاستمرار بالجيش. أهو التظاهر باللصوصية؟ كلا، خمني مرة أخرى. التسكع بحثا عن عمل؟ كلا، بل رب حان ريفيا صغير. كيف تجرؤ على ذلك؟ هيا أخرج، وطابت ليلتك. أقول إلى اللقاء. حسنا. أود أن أسمع كيف سيتلقى بن العجوز صدمة هذه اللعبة. حسن، لو حدث وكنت مرا من هذا الطريق في مرة قادمة ووددت أن تجيء لزيارتي، فربما أخبرتك. إلى اللقاء. سأمر بعد 3 أيام، بل باكر، بل الآن. أقول إنها ستكون ألعوبة طريفة جدا لو أنه جاء إلى هنا ووجدني رب الحان. أنا ولع بالألاعيب الطريفة، ما رأيك أن نفكر في الأمر من جديد؟ أنا أحسن التفكير عندما أكون وحدي. إلى اللقاء. انظري، إن بن يتعلق بالنافذة. لم أستطع أن أفارقك يا ميسيس روجرز وحيدة مع تلك الجثة، لذلك فقد عدت لأرى ما. يا إلهي، ماذا أرى؟ ترافلز! لقد خر مغشيا عليه وفي الحفرة التي حفرها لك. أخرج من قبري يا صاحبي. أثق يا بن، إنه ليس إلا رب الحان المقبل يا بن. وهكذا تنتهي مسرحية شروع في زواج للكاتب الإنجليزي دبليو دبليو جيكوبز، ترجمة نعيم عطية. صور الشخصيات: سعيد أبو بكر في دور بن، عايدة هلال في دور ميسيس واترز، نور الدمرداش في دور ترافرز. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. شروع في زواج مسرحية من فصل واحد من إخراج مصطفى أبو حطب.